كابتن إمام، الجمهور متضايق منك، جمهور الزمالك متضايق منك. لا خالص، وضح لهم حاجة تفهمهم. هو المشكلة أنا يعني تفهمهم إنه كان من حقك، تفهمهم إنه الدنيا كانت ماشية إزاي. في حاجات كتير، في حاجات كتير، بس أنا يعني اللي أنا أقوله إن أنا لما رجعت من الاحتراف، أنا ما لقيتش حد. يعني أنا كلمت كذا حد عشان نرجع النادي، مفيش حد اهتم بالموضوع قوي، او بالظبط كده زي ما بيقولوا لي روح خلص انت نفسك. مع انك كان في تاكيد عليك قبل ما تسافر ان انت يوم ما ترجع هترجع على الزمالك. اوكي ماشي، بس انا عايز اوضح حاجه تانية، ان انا يعني كل المناوشات اللي حصلت كان كل ده مفيش حد من مجلس اداره النادي الاهلي كلمني، ومفيش حد من النادي الاهلي خالص كان بيكلمني في الوقت ده. بس انا لما لقيت فعلا مسج بس مبعوت لي من كابتن امير، انا قرر ما خدتش حتى 1% ان انا افكر فيه ان انا طبعا العب في النادي الاهلي ده. انت كنت قايل ان انت راجع على نادي الزمالك. ما انا قلت، انا قلت فعلا ان انا كنت هرجع على نادي الزمالك، بس انا ما لقيتش تقدير من في ناس، ما لقيتش منهم تقدير. مش عايز اذكر اسامي عشان ما حدش يتضر فيهم، لان ربنا يعلم في ناس فيهم اخواتي وبعتبرهم اخواتي الكبار. ما يعني ما كانوش بيردوا مثلا على السؤال بتاعي، يعني ايه مثلا انت روح خلص نفسك. انا روح خلص نفسي ازاي؟ ليه مش عايز تضر شخص هو السبب في اللي حصل لك؟ علشان انا مش كده. انت اتضريت، بس انا مش كده، مش كده خالص. انت كنت في وقت كده في صراع، ده كمان يتسمى صراع، خذلت جمهور الزمالك وجمهور الاهلي بيهتف ضدك. ما هو ده موقف لا تحسد عليه. مش كده، انا حكيت لك القصه زي ما يعني من حقك تقول وتبرر. ماشي، القصة زي ما انا حكيتها لك والله بالظبط، يعني انا ما بكدبش في حاجة، يعني اللي في قلبي على لساني.